خلينا برضو نتكلم عن يعني التحديات تحددت تحديدا واجهة ودية بين منتخب مصر مع الأردن، هيكون يوم 12 أكتوبر اللي جاي باستاد القاهرة، ده خلال طبعا المعسكر اللي هينطلق من الاثنين اللي جاي، وبعد كده هيسافر المنتخب عشان يخوض ودية تانية مع أوزبكستان في 16 أو من 16 يعني الشهر نفسه، وبعد كده ده طبعا ضمن زي ما احنا اتكلمنا استعدادات منتخب مصر للمشاركة بقى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وللمصريين كلهم عندهم برضو يعني خلينا نقول هاي هوبس يا كريم، عندهم أمل كبير، عندهم برضو طموح إن أنا ليه لأ، طب ما أنا المنتخب الأولمبي عندي أو أي منتخب مصري بيحاول على قد ما يقدر إن هو يوفر كل الإمكانيات ويوفر كل السبل علشان أقدر إن أنا أحقق حاجة مختلفة يعني مع المنتخب. فأتكلم هنا تحديدا عن المنتخب الأولمبي، يمكن الناس ما كانش عندها ثقة في السنوات اللي فاتت، لكن أعتقد السنة دي في أمال كبيرة، في قصة برضو إن أنت معاك مدير فني إلى حد كبير برضو يعني فاهم بيعمل إيه كويس، أو الناس عندها ثقة فيه بنسبة كبيرة، ربما ده يترجم على الارض بنتائج مختلفه. انت كده كده لحد دلوقتي محقق اللي انت عايزه، حتى وان كان الاداء ليس الافضل بالنسبه لناس كتير شايفه ان الاداء ده مش المرضي جدا، لكن امبارح كنا بنتكلم مع الناقده الرياضيه منى عمر وسالناها، قالت لنا المهم في الماتشات اللي من النوع ده ان النتيجه تكون ايه، حتى وان كان المستوى الفني ليس الافضل، لكن اللي بعد كده بيفرق هو النتيجه في البطولات اللي بتبقى من هذا النوع. احنا مالناش نفس نحضر الاثنين متجمعين يبقى في اداء محترم ومرضي ومشرف يتماشى مع اسم ويعني البلد اللي احنا لابسين التيشيرت بتاعها، ايه المانع يعني ليه؟ طموح مشروع جدا، نتمنى ان احنا نوصل للمستوى ده بس